السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. أنا دلوقتي في مرحبا لتنظيم مزايا السيارات. مرحبا لتنظيم مزايا السيارات. خلينا نبص إيه الموضوع ونشوف مع بعض كده، إن شاء الله هنفهم الدنيا. خليكم معايا. هنا العربيات بتكون عاملة حوادث حسب بقى الحادثة، يعني حسب قوة الحادثة بتاعتها. يعني مثلا في عربية فينستر العربية مفيهاش حاجة تانية غير وجهها بس، عربية بانوراما. العربية بصمة وشاشة بانوراما كاملة، هي كل الموضوع في حجز الأرقام. العربية موديل 2016، المزاد بيبدأ من 7500 درهم. في هنا مثلا كبيرة شوية، عندها 2016 ما شاء الله ما شاء الله. حاجات ورا بس، قدام هتلاقيها سليمة. دي لسه يعني كيا سول 2020، حط سهلة. طبعا الناس بتبقى قاعدة هنا ساعة المزاد. الفكرة من الفيديو ان انا عايز اوريكم ان الناس هنا بتشتري العربيات دي من بلاد وعامله حوادث فيها، وبتيجي هنا العربيات بسعر كويس، بتتباع زي ما هي على حالتها، واللي بيجي بياخدها يصلحها ويبيعها تاني. ففي كتير ناس بتبقى شاريه العربيات دي بس ما بتقولش ان كانت عامله حادثه.
يشتروها ويستثمروا فيها، بس مبقاش عاملين تنبيه ان في حادثه. لكن هو الصح ان هو يبقى قايل كل حاجه في السياره. يعني السياره دي كرولا 2010، سعر بكام؟ 5500 درهم البداية، مش سعر ده أساسي، بيبدأ الأزاد من 5500 درهم. يجي التجار بيشتروا وبعدين يصلحوا ويبيعوا، بس من غير ما يقولوا إن هي إيه؟ حصل حوادث. برضو الناس اللي هي يعني بتجيب عربية عشان تقني العربية، مفيش مشكلة إن هو توفر وتجيب عربية تكون عاملة حادثة، بس يكون الحادثة انت عارف اولها واخرها ايه وانت تصلح على ايدك، او تخلي حد يصلح لك كويس، تركب قطع غير اصلية، هتلاقيك موفر كتير جدا. لان في الاول والاخر العربية هي وسيلة انتقال، واحنا في مصر بنمجد اول موضوع ان لازم تبقى فابريكا ولازم مش عارف ايه. لا، مفيش حد بيعمل كده. يعني الناس بتاخد وتصلح، وبعدين كل الناس تسألك على ابوه، هي رشة مش رشة؟ طب ما العربية اكيد ماشية في الشارع هترش اكيد. يعني عربية تكون 2008 و2009 و2010 بقى لها 11 سنة شغالة 12 سنة شغالة، لازم تبقى فيها اي نوع من الرش، خرابيش بقى، حادثه بسيطه اكيد، العقل كده اكيد. يعني ف احنا بنحاول نعرض للناس الحقيقه، وكل واحد بقى هو عارف بياخد قراره ازاي. يعني شفت عالم جديد حلو، يعني عالم السيارات اللي هي عاملة حوادث، وانك تزايد على العربية وكده، كانت تجربة جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.